بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أقول لكم تأمل بعنوان تغير نحو حياة أفضل. صحيح أنا كنت مفكرها نحو زواج أفضل، بس هي الحقيقة نحو حياة أفضل بجواز أو من غير جواز. إنما التغيير هو قضية رأس السنة دايما. في كل نهاية سنة الواحد بيبقى باصص لحياته كده وشايف انه ما اتغيرش كتير، ودي مضايقاه. كان عاوز يتغير بس ما عرفش يتغير، او ما حاولش يتغير كفايه، وداخل على حياه جديده نفسه يتغير. وعلى قد ما التغيير ده يكون واضح في ذهن الواحد، على قد ممكن ما يتغير. التغيير هو شغلانه ربنا في حياتنا، هو يحب يغيرنا، يحب يعمل مننا قديسين. احنا مش مدين لربنا فرصه كفايه، وعندنا لسه عندنا عمر، ربنا يديكم العمر كلكم، فعندنا امل نتغير. هاخد معاكم 4-5 ايات بس. يقول: فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي للتعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. ناخدها أي آية. الأول بيقول: أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية عبادة عقلية. ده اللي هنعمله دلوقتي، ونفسنا نعمله طول العمر، ونفسنا نعمله طول السنة. عاوزين نقدم حاجة لربنا. ربنا ادانا عمر، اديته قصاده. ربنا اداك صح، ربنا اداك نجاح، ربنا سطر عليك، ربنا بارك في حاجات كتير، ربنا استجاب صلوات كتير. ايه اللي انت قدمته قصاد ده كله؟ ايه اللي قدمته؟ فلوس؟ ما هي الفلوس منه. خدمه؟ طب ما هي الصحه كلها منه. هنا معلمنا بولس ما لقاش اجمل من الكلمه دي: قدم عمرك كله. قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. لو الواحد دخل على السنه الجديده بفكره انا كل ملك ربنا، أنا سرقت حق ربنا طول العمر اللي فات، أنا كان المفروض أعيش له قلبا وقالبا، ولو عملت كده أنا ما عملتش حاجة زيادة. لو عملنا كل البر، قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. لكن الحاجة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها إن احنا سارقين ربنا، سارقين ربنا في عمرنا، في اهتماماتنا، في شهواتنا. لما الواحد بيقدم ذبيحة كان زمان يجيبوا الذبيحة يربطوها ويحرقوها، وبعدين يحطوا عليها شوية ملح، شوية خمرة، وساعات بخور عشان يطلع منها ريحة حلوة، وتتحرق كلها ربنا يعني، وكانت تتقطع بطريقة معينة وتترص كلها على المذبح. وفي تأملات كتيرة في كلمة الذبيحة دي، ازاي كان يطلع الداخل والخارج ويرص ده كله يعني قلبا وقالبا، قلبك وعقلك ووقتك وصحتك وإيديك ورجليك ولسانك، المفروض ده كله حق ربنا. فانت مش بتعمل حاجة زيادة، ده انت لما بتصلي ربع ساعة انت سارق ربنا في 23 ساعة وثلاث أرباع. انت لما بتخدم ساعتين انت المفروض تخدم بقية اليوم. فهنا بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة، يعني افتكر وراجع المفروض تقدم حياتك كلها لربنا. وانت بتعمل كده بتفتكر حاجة حلوة: أنا ما عنديش حاجة أقدمها لربنا أغلى من عمري، من حياتي، فزي ما هو قدم حياته أنا بقدم حياتي. فإحنا داخلين على عمر جديد، العمر ده اللي دفع ثمنه ربنا، وانت ناسي كده. كان يجوز العمر ده يبقى مكانه الطبيعي في الجحيم او جهنم، بس ربنا اشتراك اداك عمر،
فالعمر ده حقه، ده ملكه. وبعدين مش بس العمر، العمر ادالك طعم جديد انك انت بقيت ابن لله، مش ابن فلان الفلاني، دي حاجة ما تفرقش، انت بقيت ابن ربنا، حاجة كبيرة قوي. وهي دي العبادة العقلية. يعني نفسي اقول لكم تدريب، لاني لاحظت ان اغلبكم محبط بما فيكم انا. نفسنا نعيش تحت شعار كلمة ابن ربنا دي طول السنة، طول الوقت فاكر كويس قوي ان ابوك ربنا، طول الوقت حاسس انك متشال شيل، طول الوقت حاسس ان ربنا عينيه ما بتنزلش من عليك لحظة، طول الوقت متأكد ان ربنا حضنك انت جوه مش بره، طول الوقت حاسس ان كل حاجة صغيرة وكبيرة في الدنيا بتتحرك عشانك، بتتحرك لحسابك، لانك انت الابن المدلل المحبوب. الفكرة دي هي اللي هتخليك تقدم عمرك بسهولة جدا لربنا، ويبقى كل واحد فيكم مكرس من جواه، يعني حياته فعلا ملك ربنا، مش فكرة ولا وقت. وساعتها هيبقى السؤال اللي شغلك طول الوقت، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عاوزني أعمل إيه؟ أنت عاوزني أعمل إيه؟ عشت 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، سؤال العكس كده، السؤال اللي بيحركك دايما، أنا عاوز أعمل إيه؟ طيب مش الصح والمفروض والحق إنك تسأل ربنا اللي خلقك واللي عملك واللي اشتراك، أنت يا رب عاوز نعمل إيه؟ بصراحة حقه، حقه أنت واكله عليه بقالك كتير قوي، لأن حياتك كلها ملكه. فيا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يبقى ده سؤال شغلك طول اليوم وطول السنة. عاوزني أحبه هحبه، عاوزني أخدم فلان هخدمه، عاوزني أصلي بذمة هصلي، عاوزني أصوم هصوم، عاوزني أجاهد أجاهد، عاوزني أقاوم الخطية هقاوم حتى الدم، ده حقك عليا، أنا مش بعمل حاجة زيادة. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ من هنا جت كلمة عبادتكم العقلية. يعني ما نعملش العبادة from now on، يعني كما لقوم عادة، منظر واحد بيصلي إجبية، منظر واحد داخل قداس، منظر واحد بيفتح الإنجيل، لا كفاية بقى، عاوزين الذهن مشغول بربنا بجد، عاوز كل كلمة طالعة من في الصلاة تبقى أنت فاهمها وقايلها من قلبك ومن عقلك، مش مهم كلام كتير، بس المهم كل كلمة عبادة عقلية، يعني انت عاقل فيما تقول، انت عقلك مكرس لربنا مشغول به، مصلحة ربنا، مصالح ربنا على الارض، ملكوت الله اللي على الارض شاغل عقلك طول الوقت. عشان توصل لدي بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر، ولا تشاكلوا يعني بمعنى don't be a follower. مشكلة برضو تاني فينا كلنا، هتلاحظ ان العمر اتسرق، او انت جاي على اخر السنة ندمان وحاسس انه فاتك كتير، لاني انا عملت زي ما الناس بتعمل، لبست زي ما الناس بتلبس، فكرت زي ما الناس بتفكر، اتمنيت اتجوز زي ما الناس بتتجوز، وده اللي مخليني ما قدمتش حاجة لربنا لغاية دلوقتي، والعمر لغاية دلوقتي عمال يجري، ولو استمر على الوتيرة دي فجأة هتلاقي انه خلص، وتبص ورا هتقول الله انا عملت ايه، ما عملتش حاجة ليها معنى، انا اشتغلت وكسبت ويمكن اتجوزت ويمكن جبت عيال، بس مش هتحس بقيمة في اللي عملته. ليه؟ لانك شاكلت هذا الدهر، يعني خدت شكل العيشة دي، اتضحك عليك الشيطان، عرف يضحك على 90% من البشر او اكتر، وخلاهم ياكلوا ويشربوا ويموتوا وسط السكة بقى يتلهوا في 100 حاجة. لا تشاكلوا هذا الدهر، عشان تقدم جسدك ذبيحة، عشان تختلف عن الدنيا، عشان تبقى بتاع ربنا، عشان تستحق لقب ابن لله، عشان يبقى لك نصيب مع ابوك للأبد. أول خطوة لازم تتحدى فيها نفسك، السنة دي مش هعمل زي الناس، مش هفكر زي الناس، مش هعمل كده، ويبقى ثورة في حياتك، ثورة هتحتاج فعلا إلى مجهود، لأنه تحدي، تحدي لكل العمر اللي أنت عشته، لطريقة تفكيرك، تحدي للتيار اللي الناس كلها ماشية فيه، وأنت عارف أنت بتقلد الناس في إيه،
كل الشباب بيعملوا ايه فانت بتعمل زيهم، وحجتك ما انا زيهم. لا، انت مش زيهم. لا تشاكلوا هذا الدهر. من هنا هتفكر في جواز مختلف، اذا كان جواز هتبقي زوجة مختلفة، هتبقى شاب مختلف، هتبقى خادم مختلف، هتبقى شماس مختلف، هتبقى ابن لأهلك مختلف، هتبقى موظف مختلف. لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. في قاعدة قالوها الآباء جميلة قوي: لو معرفتش تدوق الملكوت دلوقتي بطعمه الحقيقي يبقى مالكش نصيب فيه. الملكوت هو ايه؟ بولس لخصه في 3 كلمات: بر وسلام وفرح. دقت منه قد ايه لغايه دلوقتي؟ وقد ايه اكل وشرب؟ لا بصراحه احنا مقضيناها اكل وشرب. لغايه دلوقتي احنا تبع الاكل والشرب. فالخوف يكون الملكوت مش نصيبنا. ليه؟ لانه هنا واضح ملكوت الله ليس اكلا وشربا. فلو البر مش شغلك اكتر من الاكل، لو السلام مش شغلك اكتر من الشرب، لو الفرح مش هدف عندك، انت ماشي لغاية دلوقتي في سكة غلط. حتى لو كنت خادم، انت خدت لقب خادم وساعتين خادم، انما انت البرنامج اللي جواك لسه هو نفس البرنامج بتاع واحد تاني في الشارع. لازم يحصل تغيير 180 درجة، لازم في تكريس يحصل، لازم ثورة. لا تشاكلوا هذا الدهر، تغيروا عن شكلكم. بس بين الكلمة دي وبين الكلمة دي لا تشاكلوا هذا الدهر. يبقى في تحدي، انك هتتحدى الطيار اللي ماشي فيه كل الناس، عاوز تبقى مختلف. هنا يقول: بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. آية محفوظة ومشهورة، لكن هنفضل العمر كله نجاهد فيها. نفسي اتغير، اكيد انت كمان نفسك تتغير، لانك ممكن تبقى احسن من كده بكتير بكتير قوي. ولو صدقنا دي يا جماعه هتبقى 2009 مختلف. لو صدقت ان ممكن تبقى مختلف وتتغير قوي هتختلف، لان ربنا عاوز كده. فهنا بيقول تغيروا. طب وهي دي في ايدينا؟ في ايديكم، في ايديكم. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، صحيح، لكن هي في ايدينا، مفتاحها في ايدينا، البدايه عندنا. هنا فكره، تعالوا نسميها سنه التغيير مثلا، او سنه الرينيول، تجديد، كلمات متشابهه. يعني عاوز ابقى واحد متغير، عاوز الناس تلاحظ ان انا اتغيرت، عاوز الناس تلاحظ ان انا اسعد من الاول، اكثر فرحا من الاول، ألطف من الأول، أطيب من الأول، أكثر روحانية من الأول. أنا عاوز الناس كمان تلاحظ، مش عاوز أعملها عشان الناس، بس أنا عاوز يبقى تغيير حقيقي لدرجة إن الناس لاحظت. محدش يفهمني إن أنا أقصد الناس، الناس مش مهمين، لكن إحنا تغييرنا بطيء بدرجة مملة. ده يطول بال ربنا علينا. إحنا بقالنا كام سنة شكلك مختلفش، طباعك مختلفتش. طب وده ربنا يعني حاطط روحه فينا، ده يعني يعمل معجزات. تعال فكر مثلا، لسه جوانا أنانية. تغيروا يعني تبقى جواك حب بجد، يبقى كل شخص بتشوفه شغلك أكتر من نفسك، وده هيسعدك. هو ده البر والسلام والفرح. جواك غضب مكتوم، مش مسامح ناس كتير، غضبان على العيشة، على نفسك، على أهلك، على الظروف، ساعات على ربنا. كل ده عاوز يتشال، كل ده تراب لازم يتشال عشان توصل إلى الوداعة اللي بيتكلم عنها ربنا يسوع. وده طبعا بر وسلام وفرح. جواك كبرياء، لسه بتقارن وبتشوف نفسك أحسن من ناس كتير، لازم تتغير. وربنا جاهز بالتغيير، مستعد يساعدك عشان تبقى متواضع. جواك بخل، بخل في المشاعر، بخل في الكلام الحلو عن الناس، بخل في وانت بتطلع العشور ومستخسرها، بخل في الوقت اللي بتديه ربنا، بخل في الخلوة اللي حارم ربنا منها. بخيل، بخيل مع والديك وانت بتطبطب عليهم وتقول كلمة حلوة وتقعد تقول أصل وفصل. بخيل، هنقول ايه بخيل؟ طب ما هو فكر المسيح التغيير لو حصل هتبقى سخي، هتبقى سخي، بتدي كتير وبتدي من غير حساب، وربنا هيغنيك اكتر واكتر.
عندك صيغة النفس اكتشفنا الحمد لله انها 110%، مش 98، كله صغر نفس. كويس كويس ان احنا لقينا الداء، عرفنا ان كلنا عندنا ثقة بنفسنا كفاية. تغير تغير، ممكن تبقى واحد تاني يبقى عندك ثقة بالنفس فظيعة. ايوه طبعا ممكن. وانت لو انت شايف ان ربنا ده ابوك ومسؤول عنك وشايلك شيل، هيبقى عندك ثقة بالنفس فظيعة، وتبقى الدنيا كلها تحت رجليك، وتخبط تضرب تقلب الدنيا دي، يجي عريس ما يجيش ما تفرقش، تطلع الجوازة في شنك حتى ما تفرقش، الشغل يمشي أو ما يمشيش ما تفرقش. كل ده كلام فاضي جنب قولة أبوك ربنا، بس أنت مش فاهم لغاية دلوقتي، مش عايش لغاية دلوقتي. تغيروا عن شكلكم. كسل، مرض الكسل المنتشر. طب تغير كفاية بقى، ليه 2009 ما تبقاش سنة نشاط حيوية انطلاق؟ نقوم بحساب، عاوز تدي ومستخسر العمر اللي راح ده، فمش عارف السعادة دي هتروح فين تاني. وبعدين يقول لنا فكرة جميلة عشان يشجعنا. يبقى هو قال ثلاث كلمات، خلي بالكم أنا ماشي على الأفعال مينلي. الفعل الأولاني كان إيه؟ مين فاكر؟ قدمه. تعالى للذي تبقى بداية تقدمه، يعني أوفر. يا رب أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي، بحط حياتي كلها قصادك يا رب، وبقول لك غيرني، بحط حياتي بقول لك نفسي 2009 تبقى بتاعتك مش بتاعتي، أنا عشت لنفسي قد العمر ده كله، من حقك عيش لك السنة الجاية وبقية العمر اللي أنا مضمنش منه ولا يوم، لكن على الأقل أقدم لك 2009 دي. قدمه. الفعل الثاني لا تشاكله، حاسب اللي هيعطلك انك ما تكملش ولا ساعة في المشروع بتاعنا ده، انك تعمل زي ما الناس بتعمل، تقلد، تاخد شكل الدنيا، ترجع تبص حواليك تاني الناس بص على ايه ومشغولة بايه. تلاتة، تغيره. ما تقبلش نفسك على كده، ربنا مستعد يعمل منك قديس، شغلته يعمل كده، مشروعه كده، مزاجه كده، فرحته كده، فرحة ربنا انه يعمل من كل واحد فيكم قديس. هو نزل من السماء عشان كده، هو مات على الصليب عشان كده. انت مستبعدها خالص، مش حاططها في التارجتس. لو سألت اي واحد طموحه ايه، مفيش حد هيقول ابقى قديس، مع ان هو ده الطموح الالهي، والحقيقة هو ده حق ربنا علينا. طيب ما خلاص ارادة الله قداستكم، هتقول له يا رب خلاص معاك على الخط، انا مش مصدق بس اعملني قديس. إذا كان ينفع خلاص أنا معك، اعمل بني قديس، وأنا أسوأ ما يمكن، بس أنت شغلتك كده. رابع فعل إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني إيه لتختبروا؟ تختبروا يعني توصلوا للشكل اللي ربنا عاوزه. هيفضل التغيير من سنة لسنة، من يوم ليوم، والاختلاف عن أهل هذا العالم لا تشاكلوا هذا الدهر، في اتجاه خبرة جديدة عمرك ما كنت تحلم بيها. تختبره دي بتكلم كلمة خبرة. ايه رأيك لو عرضت عليك تعيش ساعة قديس، تحس احساسات القديس، تفكر بفكر القديسين، تدوق حياتهم؟ ما تيجي نحلم دي. هتقول دي بعيدة قوي، معرفش بيفكروا في ايه، معرفش بيحسوا في ايه. اكيد حاجة حلوة قوي. هو بيقولك لتختبره الاكسبيرينس دي، انا عاوز اديها لك، لان انا اديتها لكل ناس كتير قبل منك، وانت اغلى الناس دلوقتي، فانا عاوزك تدوق ده، عاوزك تدوق يبقى القلب واسع جدا، كل الدنيا جواه، تحب كل الناس جدا. عاوزك تدوق يعني ايه فكرك في السماء والارض مش شغلك ولا حاجة. عاوزك تدوق ازاي تبقى فرحان بربنا طول الوقت وناسي نفسك تماما. عاوزك تدوق يعني ايه استنارة، ايه الاحساس بتاع البابا كرولس وهو في الطاحونة في نص الليل بيصلي لوحده والملائكة بيسبحوا معاه، ايه الاحساس ده ترى؟ ممكن تدوقه، ممكن لتختبره. انا جاهز اديك الخبرات دي، بس هي عاوزة التلات افعال اللي قبلها، اوفر، قدمه، لا تشاكله، تغير. لتختبر، النهاية هتدوق اللي انا عاوز اوصله لك، وهتفضل تدوق على طول بقى، خلي بالك انت هتبتدي تدوق وتوصل في الاخر. وهنا اختار لكلمة ارادة الله اللي هي قداستكم، يعني ثلاث
صفات مهمة: صالحة، مرضية، كاملة. صالحة يعني إيه؟ البرفكشن اللي إحنا بندور عليه، بس بندور عليه بطريقة غلط. ممكن تبقى بيرفكت أو ممكن، بس مش بالطريقة اللي أنت عاوزها. أنت بتدور على عروسة بيرفكت وأنت مش عريس بيرفكت. أنت نفسك تشتغل شغلانة بيرفكت ومش لاقي، نفسك تقضي يوم بطوله بيرفكت. المشروع ده مش هتعرف تعمله لوحدك، ده لازم دماغك تتغير. فممكن قوي لو اتغيرت فعلا تبقى حياتك بيرفكت. الكمال ده عطية من ربنا، بس للي عاوزها وللي بيشتغل في اتجاهه. لما بنقول الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، عم بابشوي كان بياكل وبيشرب وبينام وبيضحك مع الرهبان، وكان بسيط جدا، بس كان كامل في نظر ربنا. دخل في خبرة الحياة الكاملة، الكاملة الكمال النسبي بتاع البشر. مرضية يعني اوعى تقول انا الصورة دي اصلا مش مزغللة عيني، يعني انا كان نفسي ابقى غني، انا كان نفسي ابقى زوج وعندي فيلا كبيرة، كان نفسي. انت مزغلل عينك حاجات غلط، حاجات وحشة، حاجات مش هترضيك. انت لو وصلت لاحلامك الحالية مش هتلاقي الرضا اللي انت فاكره. ربنا بيقول انا عاوز اديك خبرة الحياة المرضية. المرضية يعني ايه؟ هتدوق قد ايه انت مرضي، قد ايه انت سعيد قوي. الساتسفاكشن اللي كلنا بنجري وراه كل يوم وبندور عليه ومش لاقيينه مش هيجي غير بالطريقة دي. قدموا حياتكم ذبيحة، لا تشاكلوا هذا الدهر، تغيروا بتجديد اذهانكم. كاملة كمان فيها فكرة من كل ناحية. معناها اوعى تفتكر ان في حاجة هتقع منك، هيكون ناقصك بند في حياتك، مش شغل ربنا كده. ربنا ما بيعملش حاجة ناقصة ابدا. انت ممكن تبقى زوج ناجح واب ناجح وخادم ناجح وموظف ناجح وكل حاجة ماشية وكل حاجة في مكانها، ممكن او ممكن. كلنا متقطعين وحاسين انه لا يمكن. انت عشان تنجح في بند واحد لازم تكسر 4 5 جنبه، ده شغلك، ده تفكيرك، بس مش دي الخبرة اللي هيدوقها لك ربنا. ازاي في كل تعامل مع كل شخص تبقى بيرفكت. بعد كده يقول ايه؟ لا نرتقي فوق ما ينبغي بل نرتقي للتعقل. عاوز كلمة التعقل بس. يعني ايه التعقل هنا؟ يعني خلونا ناخدها عقل أكتر من قلب. للأسف ما زلنا بنقيس حياتنا الروحية بالقلب. يعني إيه؟ بحس بالصلاة قد إيه؟ بنفعل قد إيه؟ الحياة أجمل من مع ربنا مش شوية مشاعر. غلط الفكرة دي. الحياة مع ربنا مخك مع ربنا، ولأن مخك مع ربنا إرادتك مع ربنا، سلوكك مع ربنا مشغول بربنا. اللي بيحبوا ربنا مش طايرين في الهيام والغرام بربنا، اللي بيحبوا ربنا بصدق مشغولين بربنا في كل خطوة، في كل كلمة، في كل خدمة، مع كل تعامل. فهنا عاوزين ناخدها بالعقل، بالتعقل يعني عقلك مليان من ربنا. في نفس الوقت فيها فكرة لا ترتقي، فيها ضبط النفس. ما تشوفش نفسك شوفه أكبر من حجمك، ما تتخيلش نفسك تخيلات أكبر من الواقع. وده الاختبار، بقول لكم اختبار الحقيقي للقداسة، انك هتكتشف ان القداسة مش بعيدة عنك. يعني ايه؟ تقدر تقضيها قديس، لان المسيح لما عاش قدوس القديسين كان عايش على الارض بيمشي زينا وبيتكلم مع الناس زينا وبيجي الوقت ينام زينا، بس ما كانش بيغلط، كان بيحب كل اللي حواليه، كان بيتعامل مع المواقف، كل المواقف. فالقداسة مش حاجة بعيدة قوي ومستحيلة قوي، لا دي قريبة، لأن الروح القدس اسمه الروح القدس، فالطبيعي انه يعمل قديس. ضبط النفس هنا كمان قاعد يتكلم عن احترام المواهب. وانت بتتغير ما تحطش قدام نفسك صورة محددة قوي لازم تدخلها. انت مش هتبقى زي فلان، انت هتبقى قديس بس في توبك انت. انت هتبقي ام قديسة في بيتك، محدش عارف سرك بس قلبك كله مع ربنا. انت هتبقى خادم في مدارس الاحد بس قديس،
مشروع قديس يعني، لأنك بتحب ولادك أوي، بتصلي لهم أوي، بتفتقدهم أوي، أنت هتبقى مهندس شاطر في المكان اللي بتشتغل فيه، مشروع قديس، لأن كل عامل باصص لك بإعجاب، وكل مهندس زميل حاسس إنك مختلف، واخد مبدأ إنك تقدم المسيح في كل تصرف. مش مستحيل، الحياة مش مستحيلة بالشكل ده. يقول المحبة في نفس الإصحاح، يقول المحبة فلتكن بلا رياء. هو ده طريق القداسة، إن قلبك يعمر حب، يعمر حب، بمعنى أنا ولا أنت؟ إحنا لغاية دلوقتي أنا، لا عاوزينها تبقى أنت، أنت بداية من ربنا، أنا ولا أنت يا رب؟ بصراحة أنا أفكر في نفسي يا رب طول الوقت، ساعات أفكر فيك خمس دقايق، نفسي أتغير وأبقى أفكر فيك طول الوقت وأنسى نفسي. تفتكروا يبقى فيها صغر نفس؟ خالص، واحد بيفكر في ربنا طول الوقت هو أساسا ما عندوش وقت يفكر هو صغير ولا كبير، فلا فيه في كبرياء ولا في صغر نفس، لأن نفسه مش في الحسبان. فهي ببساطة لما تتلهي في ربنا، لما تغرق في ربنا، لما تحبه طلعت من كل المآسي اللي جواك، كل الجروح اللي مقطعاك دي خفت، خلاص خفت بالحب. بنفس المقياس لما تحب اللي حواليك بجد، راح همك وراح قلقك وراح خوفك واتبخرت كل مشاكلك. اتبخرت ليه؟ لأنك دبت في اللي حواليك، انت عايش همهم، عايش حياتهم، عايش لهم. كلام ولا أعمال؟ المحبة بلا رياء يعني كلام وأعمال، وأعمال أهم من الكلام. كونوا كارهين الشر، ده طريق القداسة، ده التغير. مش كفاية تبطل شر، نفسنا توصل تكره الشر. الخطية اللي في ذهنك دلوقتي وأنا بقول كلمة شر، خطيتك اللي أنت عارفها ومضايقك من نفسك، عاوزين نكرهها في 2009، مش عاوزين نبطلها، عاوزين نكرهها، عاوزين نعديها تبقى عدوتنا. ملتصقين بالخير، ملتصقين بالخير يبقى الخير طبع، يبقى عكس الشر هو طبعك، شكلك الجديد كده خير، حاطين مثلا قصاد الغضب الطيبة، كرهت الغضب عشان تبقى طيب، كرهت الأنانية عشان تبقى محب، كرهت الإدانة عشان تتعلم الاحتمال، التواضع، والدين بعضكم بعضا، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. دي أمثلة للتغير، يعني بقيت إصحاح 12 ده رومية 12 بيتكلم عن هتتغير لإيه؟ هتتغير الحاجات دي، يبقى ده شكلك الجديد، بتود كل الناس وبتقدم كل الناس قبل نفسك، بتقدمهم بجد ومن غير بقى تمثيلية التواضع، انت فرحان ان هم يسقفوا لهم الناس، بتحترم الكل، حارين في الروح. ده الوضع بقى اللي نفسك تفضل على طول وانت سايق عربيتك، دموعك في عينيك وانت داخل تنام، الآية شغلاك وانت قاعد على مكتبك، نفسك تخلص اللي في ايدك عشان تفتح الإجبية شوية، حارين في الروح. يقول غير متكاسلين في الإجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. تحس بولس عايش كل الكلام ده، مش بيقول كلام نظري أبدا، مش بيألف الحاجات دي، هو expressing his life. بولس دايما عنده القاعدة دي، مش بيمثل حاجة، وده كان أوحش مننا كلنا في وقت الغيرة والنشاط والفرح والرجاء والصبر. بعدين الخدمة بقى، مشتركين في احتياجات القديسين، دي خدمة الرحمة بتاعتنا، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. تبقى فرحتك انك تخدم، فرحتك انك تلاقي واحد غلبان، فرحتك انك تمسك محتاج وتسنده، تبقى ده شغلك ونفسك تكمل حياتك في الاتجاه ده، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. أنا بتكلم عن التغيير وأشكاله، واخدين بالكم؟ مش عارف أنت واضحة الفكرة ولا لا. أنا قلت أربع أفعال، قدموا أجسادكم، دي صلاة مستمرة، يا رب اقبلني وغيرني. اتنين لا تشاكلوا، تحدي مع حالك. تلاتة تغيروا، مشروع التغيير عاوز مخ جديد على طول، عاوز أفكر بطريقة غير زمان، طريقة ربنا. النتيجة تختبروا ما هي إرادة الله، تتفرج على حياتك الجديدة لو مشيت في البروجرام ده.
ايه بقى حياتك الجديدة؟ ايه القداسة؟ هي الوصايا اللي عمال يقولها بعد كده: محبة، تواضع، الفرح، المشاركة، خدمة الفقراء. ايه دي الحياة الحقيقية اللي هتتغير لها؟ فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين، شركة المشاعر. الناس مش محتاجة حل للمشاكل بس، الناس محتاجة أكتر حد يحس بيها. احتياج صارخ أكتر من مجرد حد يحل ويربط. لا، حاجات كتيرة ملهاش حل. ياما مرضى حوالينا بما فيهم أهالينا هما ملهمش علاج ومش مطلوب منك الدواء، إنما المطلوب: أنا حاسس بيك يا بابا، أنا حاسس بيك يا ماما، أنا بصلي معاك، أنا موجوع لوجعك، أنا فرحان إنك اتحسنت، أنا جنبك. هو القديس كده بيعمل كده، مش بيعمل معجزة شفاء، لا لا، هو بيحس بالتعبان وبيفرح مع الفرحان. يقول: مهتمين غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. تعظم المعيشة اللي واكل عقل الناس ده كله، أنت لا تنقاد إلى هذه الأمور العالية. فكرة أن العربية عاوز تغيرها بعربية بمتين تلتمائة ألف كانت من عمرك خمس ست سنين، كفاية، تستاهلش أبدا تعيش عشان الحاجات دي. غير منقادين إلى الأمور العالية، ومال ربنا يبعت عربيات، مش دي القضية، بس ما تعيش تفكر في الحاجات دي كتير. بل منقادين إلى المتضعين، نفسك في التواضع، نفسك تلمس فقير غلبان، تاخد بركة المسيح اللي فيه. كون لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. اوعى في لحظة تفتكر نفسك عرفت أو فهمت أو وصلت، تبقى تهت، لأنك كل ما هتمشي في البروجرام ده كل ما هتحس أنك عاوز تبقى تلميذ من الأول، كل يوم بتتعلم من جديد. آخر حاجة فعلاً: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، كان ممكن حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. خليك حريص على السلام مع الكل، اوعى تسيب حد يزعل منك مهما كان، ولا انت تزعل حد، ولا تسيبش حد يزعل منك. مفيش حاجة اسمها يتفلت، مفيش حاجة هو كده، لا لا لا، بالراحة شوية. إذا كنت شبعان بربنا قوي كده وفرحان بيه وعاوز تدخل في خبرة إرادة الله الكاملة دي، لا، أنت هتتبارى أنك تريح الكل وأنت مش تعبان، أو هتتعب جسديا بس مش هتتعب نفسيا، لأنك عاوز الكل في سلام، بينك وبين الكل سلام، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم، اعمل كل اللي في وسعك، سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. طب في ناس هتأذي، في ناس هتبهدلك، في ناس هتعمل شر فيك، اعطوا مكانا للغضب، فسح لربنا يدخل، وسع عشان ربنا يقول لك لا لا، سيبها لنا دي بقى، سيبها لي اللي مد ايده عليك ده بقى. اعطوا مكانا للغضب، انت بتحافظ على سلامك، انت بتعرفش تنتقم، انت خلاص البروجرام اللي بيحركك انك تعيش في سلام مع الكل مهما حصل ومهما عملوا فيك، فما بتنتقمش. لكن اوعى تفتكر انك انت خلاص كده قبلت الظلم والظلم قاعده، لا، ربنا مش هيسيبك مظلوم على طول. اعطوا مكانا للغضب، يعني وسع عشان تشوف ربنا هيعمل ايه. انما انت اللي تعمل ايه بقى؟ لو جاع عدوك اطعمه، لو عطش اسقيه، عشان تحط نار الحب فوق راسه، عشان هو يتعدي حب، عشان تطلع الكراهيه والحقد من قلبه، عشان نار الروح القدس اللي فيك تاكل كبرياءه وتاكل شره ويلتهم التهاما ويدخل ملكوت الله، يؤثر بحبك. جمر نمر على راسه دي يعني مش بتحرقه، لا، ده انت بتحرق شره، ده هيدوب فيك ده بعد شويه، لان عمره ما شاف كده. قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله، عباده عقليه، لا تشكلوا هذا الدار، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. لو الأفكار دي شغلتنا ممكن تبقى سنة مختلفة، سنة مختلفة تفتكرها ربنا يديك بعد 40 سنة، تقول السنة دي لأني دخلت بتركيز وبتحدي وبصورة، وكانت سنة تغيير، حصل تغيير.
انتوا مصدقين ان ربنا بيعمل معجزات ولا مش مصدقين؟ بدل مصدق انت عاوز معجزة، هي معجزة التغيير. انت مش عاوز معجزة شفاء من مرض جسدي، انت عاوز اصعب من كده، ودي شغلة ربنا وهو جاهز يعملها. هو غاوي يعمل دي اكتر من اي معجزة، لان هي دي رسالة المسيح انه يغير الواحد فينا الى قداسة. اراده الله قداستكم.